فتنة ولا ثورة ولا ربيع ولا فيها شوية من كل شيء. يعني هذا في فائدة شعوب فيها الدعاء دعوة الفتنة وتدخل أجنبية وتهديد. مثل الكلام اللي قلته أول امبارح أظن، مش معقول هذه ديمقراطية ولا ديمقراطية جزائرية من نوع خاص؟ هذه فتنة ولا ثورة ولا ربيع ولا فيها شوية من كل شيء. يعني هذا في فائدة شعوب